لقد ترك المجيء عليها مدرجة في دمائها على إثر فعاله، ثم ذهب إلى بيته وأشعل سيجارة من مخدر الحشيش. فأي خسة تلك؟ 15 سنة، الحكم على سائق أوبر قاتل حبيبة الشماعة، وأخيراً أهل حبيبة الشماعة ارتاحوا بعد ما اتحكم على سواق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة بنتهم المعروفة إعلامياً باسم فتاة الشروق، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50,000 جنيه، ورخصته تتلغي. حبيبة الشماعة توفت يوم 14 مارس بعد غيبوبة فضلت 21 يوم، وده بعد ما نطت من العربية وهي ماشية، على حسب رواية الشهود اللي شافوها بعد ما نطت، وقالت قبل ما يغمى عليها إن السواق كان بيحاول يخطفها. وطبعاً بعدها دخلت في غيبوبة وما كناش عارفين الحقيقة إيه ومين المظلوم فيهم، لأن في ناس كتير قالت روايات زي إن حبيبة كان بيتهيأ لها وإن السواق مظلوم وهي اللي رمت نفسها بسبب خوفها ورعبها منه، وإن عقلها صور لها حاجات مش حقيقية، خصوصاً إن السواق بيقول إنه كان بيرش معطر جو مش أكتر، وإنه أكيد مش هيخدر نفسه معاها. وفضلت قضية حبيبة شغل الناس كلها، لكن أهلها كان شغلهم إنها تفوق بس، وكانوا دايماً بيطلبوا من الناس إنها تدعي لها، وكل ده والسواق كان محبوس وكان عنده أمل إن حبيبة تفوق وتقول اللي حصل ويخرج منها، ده طبعاً على حسب كلام أهله. لكن يوم 14 مارس حصلت الكارثة وتوفت حبيبة الشماع، وراح معاها السر واللغز كله. الأهل والأصحاب كانوا في حالة صدمة شديدة. في يوم وليلة بنتهم دخلت في غيبوبة وفجأة ماتت وبطريقة صعبة وتوجع القلب. وعلى الناحية التانية أهل السواق كمان اتصدموا، لأن حبيبة بالنسبة لهم الأمل الوحيد إنها تفوق وتحكي اللي حصل، واللي على حسب كلام ابنهم ما حصلش حاجة وهي اللي خافت لوحدها، والدنيا اتقلبت والقضية اتعقدت، وحتى أهل السواق خبوا عليه إنها ماتت. فشفناهم ناشرين جواب كاتب لهم فيه خلوها تتنازل، لكن فجأة حصلت الحاجة اللي غيرت موازين القضية كلها. عرفنا إن السواق ده مش أول مرة يعمل حاجة زي دي، ومتقدم ضده بلاغات كتير بمحاولات سرقة ومحاولات اختطاف وتحرش كمان، وكان أبرزها شكوى إحدى العميلات من ملامسة المتهم لجسدها. كان بيلمس ايدي خلال الرحلة وكان بيحاول يقرب مني كذا مرة، وانا باخد باقي فلوس الاخرى من اصحابي مد ايده وكأنه بياخد الفلوس وتحسس جسدها سيادة الرئيس، وانه اتفصل من اوبر قبل كده بس رجع اشتغل فيها بالتحايل. وخد عندك بقى خناقات دايرة بين مين شايف رواية التاني هي الصح، وان السواق بريء ولا فعلا مدان، وكان السبب ان حبيبة تنط من العربية وهي ماشية، ومين تاني بيقول لا هي فعلا بتخاف زيادة من الناس وتهيأ لها انها هيحصل لها مشكلة كبيرة فاختارت انها ترمي نفسها على الطريق. الحقيقة بالتفاصيل فين الله اعلم، واكيد لا تعليق على احكام القضاء، بس بكده حبيبة تنام وهي مرتاحة ان حقها رجع لها بالسجن 15 سنة وغرامة 50,000 جنيه والغاء رخصته، وده بعد ما اتنطق بالحكم امبارح. وشفنا لقطات من جوه المحكمة لأهل حبيبة وخصوصا والدها اللي كان في انهيار تام، وقال للمتهم أنا خصيمك قدام ربنا يوم القيامة، والحقيقة احنا منعرفش الشخص ده هيعرف يكمل حياته ازاي سواء جوه أو بره السجن، وهو عارف انه سبب في وفاة بنت، كل اللي عملته انها ركبت معاه علشان يوصلها. ربنا يرحم حبيبة الشماع ويصبر أهلها.